نبدأ كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته استقبل نظيره الصربي وقرينته بقصر الاتحادية، وتم عقد مؤتمر صحفي مشترك أكد فيه الرئيس السيسي أن مصر تثمن التقاليد الثرية والتاريخ العريق لشعب صربيا، وأن المباحثات تناولت تبادل الرؤى حول مختلف القضايا المطروحة دوليا وإقليميا. كمان بالأمس أكدت الحكومة عدم صحة ما تردد حول اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك تماما، المعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة. وشددت الحكومة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، سواء في إدارتها أو تشغيلها أو حتى في صيانة القناة. تفاصيل وأخبار أكثر في هذا التقرير. أخبار كتيرة حصلت امبارح. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته نظير الصربي وقرينته بقصر الاتحادية، وتم إجراء مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية. كمان امبارح أكد الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظير الصربي في القاهرة أن مصر بتثمن التقاليد الثرية والتاريخ العريق لشعب صربيا، مؤكداً تطلعنا لمشاركة تجاربنا المختلفة وتبادل الخبرات لصالح تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أشار الرئيس إلى أن المباحثات تناولت تبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا المطروحة دولياً وإقليمياً وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، مؤكداً ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن. كما تناولا تطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا، إضافة إلى الأزمة الراهنة في قطاع غزة. وأكد الرئيس الموقف المصري القائم على حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن، ورفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين، وأيضاً رفض مصر لتوظيف معبر رفح البري ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. كما تطرقا لتطورات الأوضاع في منطقة غرب البلقان، وأكدا أهمية الدور الصربي في إرساء الاستقرار وتعزيز التعاون في منطقة غرب البلقان في ظل دور صربيا البارز في تفعيل مبادرة البلقان المفتوح، بما يعزز من فرص التقارب بين دول منطقة غرب البلقان ويرسخ قواعد الاستقرار الإقليمي. أيضاً رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا في زيارتها لمصر، اللي بتأتي امتداداً للعلاقات الوطيدة بين بلدينا. وجاء ذلك خلال منشور على صفحة السيدة انتصار السيسي الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أيضاً زارت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية المتحف القومي للحضارة بصحبة السيدة الأولى لجمهورية صربيا، وأعربت السيدة انتصار السيسي عن خالص شكرها وتقديرها لجميع من ساهم في إنجاز هذا الصرح الحضاري الفريد. الحكومة امبارح أكدت عدم صحة ما تردد حول اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة. كما شددت على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، موضحة أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري.